نبدأ من حلب، حيث دمرت قواتنا الباسلة 11 سيارة مزودة برشاشات دوشكا ورشاش ثنائي مضاد للطيران وبرادا نوع فولفو وثمان سيارات إسعاف مسروقة مليئة بالأسلحة والذخيرة والإرهابيين خلال عمليات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين عند أول طريق الباب وقرب دوار قاضي عسكر ومدرسة كفاح الغادري وعند دوار أغيور، بينهم متزعم إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة الإرهابي الملقب بأحمد أبو الليل والإرهابي الملقب أبو عصام، إضافة إلى رماة رشاشات وقواذف RPG. كما قضت على عدد كبير من الإرهابيين خلال تطهير منطقة كرم الجبل واستهدفت تجمعات للإرهابيين في دوار باب الحديد ودمرت سيارة شحن مع مدفع هاون محمول ورشاش مزدوج مضاد للطيران وسيارتي جيب بمن فيهما، وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم الإرهابي أحمد لولك متزعم إحدى المجموعات الإرهابية في المنطقة. إلى ذلك حاولت مجموعة إرهابية مسلحة الدخول إلى الجامع الأموي الكبير بحلب وتدنيسه، فتصدت لها وحدة من قواتنا المسلحة وأوقعت في صفوفها قتلى وإصابات، فيما لاذ بقية الإرهابيين بالفرار. مشاهدينا الكرام، جولة مصورة في أحياء حلب القديمة، أبدأ من سوق العتمة وصولا إلى سوق هذا يسمى سوق العواميد وحتى نصل إلى الجامع الأموي الكبير. هذا هو الجيش العربي السوري موجود حول الجامع وهو مسيطر بالكامل على المنطقة. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ساحة المسجد الأموي الكبير وسنقوم بجولة داخل هذا الجامع، وطبعا نحن في منطقة السبع بحرات محيط قلعة حلب والجامع الأموي الكبير. طبعا مشاهدينا الكرام، لاحظتم معنا المسلحون قاموا بإطلاق قذائف هاون، سقطت الأولى هنا والثانية عند القوس. نحن الآن موجودون في ساحة المسجد الرئيسية الداخلية، سنتابع معكم الجولة المصورة وأثار الدمار والخراب الذي لحق بهذا الرمز الديني في المسجد الأموي الكبير جراء قذائف الهاون وإطلاق النار من قبل المسلحين على هذا المسجد. الحرق والتخريب للمقدسات الدينية هنا في مدينة حلب. افتراءات قنوات سفك الدم السوري مستمرة دائما في بث الأخبار الكاذبة، والصورة دائما هي التي تنقل الحقيقة وتكذب ما تبثه تلك القنوات. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، من أمام الجامع الأموي الكبير حلب.